جينا اليوم باش نقطعوا التيكي ديالنا من ماستر كما كتعرفوا، جينا باش نشجعوا المنتخب الوطني ديالنا. ان شاء الله تكون شي مقابله في المستوى ويكون التنظيم مزيان، وحنا ديما ماس، حنايا راكم عارفين فواسه ديما ماس، وما كاين غير الماس، وما كاينش شي حاجه غير الماس في هذا البلاد. هادشي اللي كاين اخويا، ديما مغاربه اخويا، حنا مغاربه في الدم. بسم الله الرحمن الرحيم، بحال جينا نفرجوا ناخذوا التذاكر ديال المقابله ديال المنتخب المغربي مع المنتخب البرازيلي. بحكم المنتخب قوي جينا ناخذوا التذاكر ديالنا من هذا المكان، من عين المكان، ولقينا اقبال كثير على التذاكر. وبالنسبه للمقابله، المقابله تكون شويه صعيبه بحكم المنتخب البرازيلي قوي، وحتى المنتخب المغربي قوي الاولمبي. المباراه ان شاء الله تكون قويه بزاف، ما تقدرش تكهن بالنتيجه ديالها. النتيجة ربما تكون 0-0 ولا 1-1. نتمنى المنتخب المغربي ينتصر ويفرح هذا الجمهور الكريم، وشكرا. السلام عليكم، جينا اليوم نساندوا المنتخب ديالنا، جينا ناخذوا التذاكر باش نتفرجوا في المنتخب ديالنا. كما كتعرفوا المنتخب البرازيلي هو واحد المنتخب اللي قوي، وان شاء الله نتمنوا الفوز. خويا صراحه الله، هذا المشكل شائك هنايا في هذا المسطور. هنايا جينا نقطعوا التيكيت دابا، كنتفاجئوا بواحد القرار تيقول لك سير خصك تخلصوا بالانترنت. ايوا خويا، لا بليبار ديال الناس هنايا، انت كتشوف الدراري لي جون هنايا، ما كاينش 90% ما عندهمش يقطعوا بالانترنت. ايوا صعبوا علينا خويا، لا حول ولا قوه الا بالله، هذا مشكل شائك صراحه الله، دابا كنعانيو منه. هو صراحه الله فاس اخويا، كتعرف هذه المدينه هذه مقصيين بزاف، ما كنتفرجوش المنتخب بزاف، وهذه جاتنا هذه الفرصه ان منتخب اولمبي يحضر لهذه المدينه نتفرجوا فيه. ايوا خويا صراحه الله زعما قبحوها علينا صراحه، ما ماشي افير. صراحه هادشي كان بارفي، ما لقيناش المشاكل زعما بحكم ان قطعنا في السيت بلا كارت وداكشي، جينا اوتوماتيكمون سكانونا الكود كيو ار ديالنا وعطاونا لي تيكي. صراحه ما لقيناش شي زحام ولا شي حاجه، وبمناسبه ان المغرب لاعب زعما هنايا فاس، راه طلعنا نشجعوا ايفيدامون بيان سور. ان شاء الله بحول الله، كنقولوا حنا زعما باغيين ضروري نربح المنتخب، كنقولوا واحد دو ان ان شاء الله بحول الله، لا فيكتوار ليكيب ناسيونال ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم، بعدا كان التقطاع ديال التيكا بعدا كان ساهل بزاف، زعما كان داكشي مسهل، زعما ما كانش مشكل زعما في التقطاع وداكشي. كتقطع من السيت كتجي هنايا زعما دغيا، ميم با خمسة دقائق زعما كتلقى التيكا مقطعه. وان شاء الله زعما الشرف الفاس انهم زعما يلعبوا فيها ليكيب ناسيونال تلعب فاس في التيران ديالنا وديك الشيء، وهادشي اللي كاين. السلام عليكم، مهم بالنسبه ديال التقطع ديال التيكيات، ما كانش زعما شي عائق باش قطعنا، يعني كنتي كتمسيت كتجي كتوري لهم الكود كيو ار ديالك، كيعطيوك التيكي ديالك، وفهمتي وشرف لينا اننا غادي نلعبوا المنتخب في المدينه ديالنا، وغادي نطلعوا نشجعوهم ونطلعوا ندوزوا نهار زوين ونشطوا. نتيجه المباراه صراحه بغينا نربحوا هذا الماتش ان شاء الله، وما يكون الخير ان شاء الله، وفاس حكم العالم. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.